للتريجومتري اللي هو حساب المثلثات لأول ثانوي. تعال نشوف كده بعض المسائل سريعا. بيقول لي the angle of measure 50 in the standard position equivalent، يعني equivalent يعني تكافئ، هي بتكافئ ايه هنا؟ to the angle of measurement، في زاوية تانية بتكافئها. أول ما يجيب لي 50 60 30 وعايز الايكيوفالنت على طول، كل اللي بنعمله بنقول 30 360 وبعدين نجمع عليها بلس الزاوية اللي اديها لي، لأن إحنا عارفين الزوايا أهي، أدي الأرباع بتاع الأكواد بتاعتنا ال 1 وال 2، هنا المفروض الدورة كاملة دي كام؟ 360. هو بيقول لي بتكفي ايه؟ يبقى دايما مفيش تفكير، اول ما يجيب لي اي انجل واقول لي الايكيوفالنت بتاعتها بنجمع عليها كام؟ 360، يبقى هتساوي كام؟ 410. هي موجوده يا مستر؟ اللي هي، يبقى دي الاجابه بتاعتها، اظن مش محتاجه تفكير. طيب all the following، كل اللي جايين دول are measure of angles that lie in the second quad. ما احنا عندنا هنا ادي كده افكركم بيها، فيرست كواد، سكند، ثيرد، فورث، دي من 0 لايه؟ فاكرينها؟ ل 90، ودي من 90 ل 180، ودي من 180 لغايه كام؟ 270، لغايه ما اوصل ل 360. بقول كلهم بيقعوا فين؟ كواد 2 الربع الثاني ما عدا اكسبت، اكسبت مع، طب نعمل ايه يا مستر؟ قال لك امسك الرقم الاولاني اللي هو هنا الزاويه دي ماينس 210. يا ترى لما اعمل كده، قال لي اعمل ما دام هي الماينس اعمل عليها بلس 360 هتساوي كام؟ 150. طب ال 150 دي ايه في الثاني؟ يبقى دي هنا بقول لي كلهم، يبقى ديت انا عايز الزاويه اللي مش موجوده في التو، يبقى ديت ما تنفعش لانها موجوده في التو. اي طب هنمسك ال 180، ها بس خلي بالنا ادي ال 180 هنعمل فيها ايه؟ لا هي مش محتاجه حاجه لان ال 180 هي تلقائيا فين؟ في السكند، يبقى لا هنضيف عليها ولا نطرح منيها. طب الحاله الثالثه، الزاويه الثالثه ايه عندي هنا؟ ماينس 180، دي ماينس 180 دايما ما يبقى في حاجه زاويه بالانجل ماينس نضيف عليها 360 هتطلع بكام في الحاله دي؟ 240. امسك الاله الحاسبه وطلع النتيجه. طب ال 240 دي موجوده فين؟ لا دي موجوده في الربع هون، السيرد الثالث، يبقى احتمال هي دي الاجابه الصح. ننتظر، لازم نكمل. طب هنا في بعد كده ايه بقى؟ 850. ده 850 هنا نعمل فيها ايه؟ ما دام زاويه كبيره وبالبوزيتيف يبقى نقول ماينس 360، واكبر من 360 يبقى عملنا ماينس. لو عملنا كده هتطلع كام في الحاله ديت؟ 490. الله، بس يا مستر 490 مش تبع الزوايا لان احنا اكبر زاويه كام؟ 360. قال لك ولا تزع، تروح مره ثانيه تعمل لها ماينس 360، ما دام طلعت اكبر من 360 اعمل لها مره ثانيه. لما اجي اقول هنا هتساوي كام؟ 130. لا دي وقع في الضبع الثاني، يبقى الاجابه الصحيحه اللي هي ايه بقى؟ ماينس 120 اللي هو تقريبا اللي هي السي، مش هي السي كده؟ يبقى السي هي الصح. سهله ولا مش سهله؟ يبقى احنا حلينا الايه؟ هنا نمبر 1 وادي دي نمبر ايه؟ 2. طب ما تيجي نشوف بعض المسائل. The angle whose measure is، مديني زاوية ماينس وأكبر من 360 بتقع فين؟ في الفيرست ولا السكند ولا الثيرد ولا الفورث الكواد بتاعها؟ طب هنعمل إيه يا مستر؟ قال لك عملية بسيطة جدا، هنقول الماينس، أهي امشوا معايا، ماينس نكتب الزاوية 750، خلي بالك دي زاوية أكبر من 360 وبالماينس، يبقى نعمل عليها إيه بقى؟ بلس. لو كانت دي بالبوزيتيف كنا عملنا عليها ماينس 360. بالآلة الحاسبة على طول ما تفكرش هتطلعها كام؟ ماينس 390. يا مستر دي طلعت بالماينس، ما ينفعش. طب نعمل ايه؟ قال لك ولا تزعل، كل اللي انت هتعمله هتضيف عليها مرة تانية 360، شوف هتطلع كام. لو عملنا ايكوال 360 هتطلع بكام في الحالة دي؟ ماينس
سيرتي لما اطرح دي من دي تطلع ماينس، طلعت يا مستر بالماينس، اعمل مره ثانيه 360، يبقى في الحاله دي بقى هتساوي كام؟ 330. في حد فهم حاجه؟ يعني انا بعمل الاولى طلعت الزاويه بالماينس، اضيف عليها 360 مره ثانيه، طلعت بالماينس، اضيف 360 مره ايه ثاني. قال لك ايه رايك، ما في طريقه ثانيه اسهل من الكلام ده؟ يعني دي طريقه وسهله. طب لو جبنا الزاويه الاولى ماينس 750 ونعمل فيها ايه، نقول بلس 360 زي دي كده، ومره نضربها في 1 ومره نضربها في 2 ومره نضربها في 3، نفضل نضرب لغايه الاول ب 1 طلعت بكام. يعني دي هتطلع الرقم الاولاني ده طلع بالايه، بالماينس، لا اسيبك منه، هات نفس الزاويه دي بس اضربها في كام، ما احنا طلعناها كان هنا الرقم ده اهو، مش لما طرحناهم عملنا كده، يعني هنقول كده اهو 390 0، ادي هنا 90، هعملها باي 2 واشوف تطلع كام، هتطلع بالماينس نفس الرقم ده اهو اللي احنا طلعناه اللي هو ده في ده، نضربه فين؟ في لغايه ما يطلع الرقم موجب، هنكتشف ان هو فعلا الايه، يبقى دي بتقع في الربع نهون في الحاله دي. احنا عملناها كم مره؟ 3. ما احنا عندنا الزاويه بتاعتنا اهي كده، ده الاول الثاني الثالث، يبقى هتقع في الايه؟ اللي هو 330، يبقى الفورس، يبقى الاجابه هنا الايه؟ بس فهمنا عملنا ايه؟ ماينس ونعمل بلس، طلعت بالماينس نضيف ثاني، طلع لغايه ما تطلع بالايه؟ بالبوزيتيف، واقل من 360. خلاص كده؟ يا اما نعملها مره نضربها باي 1 باي 2 لغايه ما تطلع بالبوزيتيف، يبقى هي دي. تعالوا بقى السؤال ده سهل جدا. All the following directed angle، كلهم دايركت انجل، are not in the standard. عارفين الستاندر يعني ايه؟ أول حاجة في الستاندر لازم تبدأ من الإيه؟ من الزيرو هنا، البوينت الأصل. طب دي صح، بيبدأ من الزيرو، برافو. طب وديت صح، وديت لا، دي أول ما تنفعش، إنها ما بدأتش من الإيه؟ من الزيرو. وديت أهي الخط اللي أنا ببص كل عيني على الخط اللي هو الأكس ده أهو. انتوا فاهمين ازاي الدايركتد ده؟ طيب بس في مشكله هنا، شوفوا لازم الاتجاه يكون من الاكس وانت طالع بهذا الشكل، ده طالع من الماينس اكس اللي هو هنا، يبقى ما تنفعش. طب دوت شوفوا الزاويه طالعه من اسفل ليه؟ ما ينفعش. طب ديت طالع ان غلط، امال دي بصوا دي بقى طالعه من المحور الاكس وبتلف، تفضل تلف لغايه هنا صح، ولو لغايه الاخر وممكن تلف كمان ده، يبقى نمبر دي هي اللي صح. يعني انا هنا all the following are not standard، الستاندر الوحيده اللي هي الاخيره دي. If the terminal side اللي هو الترمينال سايد عندي اللي هو الضلع النهائي، الترمينال سايد ما انا عندي برضو لو عشان اوضح كده اهو، ادي كده الترمينال سايد of angle standard position passes through the point، قال لي بمر بالنقطه ماينس 1 و0، فين الزيرو؟ الزيرو اهو. فين الماينس 1؟ ما هو ده ماينس 1 وماينس 2، لازم اكون فاهم الكلام ده. يعني النقطه 0 وماينس ايه؟ 1. هو بيقول لي يا ترى فين بقى؟ زين ذا تيرمينال سايد لاي فيرست، هنا ولا سكند ولا ثيرد ولا فور؟ يا مستر ده فيش هنا بالماينس، دي طالعه ماينس، يبقى سامثينج الشيء اخر، لا في الفيرست ولا في السكند والسيد، لان انت عندك النقطه ايه؟ 0 وماينس 1. لا احنا المفروض كنا نبدا من ايه؟ زي المساله اللي فاتت، يبقى الاجابه هنا اللي هي نمبر دي. شوف بقى المساله دي بيقول لي A وB are the measure of two equivalent متكافئين انجل، يعني زاويتين متكافئين، زين ماينس A وماينس B ار ايه بقى؟ سبلمنتري ولا equivalent ولا complementary ولا their sum is ولا المجموع؟ بصوا معايا، انا لو جيت اقول ايه يا جماعه في الجمله مساله زي دي كده اهوت، A equal B بلس 300 وكام؟ 360. طب ايه رايك لو قلت لو جبت دي هنا ودي هنا، يعني قلت ماينس بي يبقى هتساوي ايه؟ ها قولوا ماينس ايه، مش احنا لما بننقل بنغير الاشاره، ماينس بي ماينس ايه بلس كام؟ 360. يعني ديت ممكن اقول ايه بلس بي، ايه بتساوي بي بوزيتيف بوزيتيف، ولو جبت دي مكان دي الجمله ما اتغيرتش لغيرت الاشارات، ها تبقى الاجابه لا مش كومبلمنتري، يبقى في الحاله دي زاويتين ايكوفالنت متكافئتين.
احنا حليناها بس فوق اهي، قلنا ايه بلس ايكوال بي بلس الاي دي ممكن اي رقم، يعني ممكن 50 30 بتساوي البي بلس، ولو عملنا جبنا دي هنا ودي هنا هيبقى في الحاله دي ايكوفالنت يعني متكافئتين. طيب نشوف اخر مساله كده مثلا معانا، بيقول لي ديترماين. ديترماين يعني ايه هنا؟ حدد ذا كواد ان ويتش، حدد الربع اللي بتوجد فيه كل واحده من دول. طب انا عندي اديها، ادي الكواد بتاعتي، ادي الفيرست السكند الثيرد الفورس، همسك اول واحده اللي هي الايه هنا اهوت الماينس كام؟ هقول هنا اهو ماينس 52، كل اللي هعمله هقول بلس 360. قلت لك اما اديك الزاويه بالماينس بنضيف على 360 يبقى ايكوال كام في الحاله دي؟ ها 308. طيب يبقى دي مالها هنا؟ يبقى على طول فين؟ في الفورس، لان من هنا لهنا يبقى دي من 270 لغايه 360. طيب الثانيه 220 0، ال 200 دي مش محتاجه لان هي بصوا اي زاويه من 0 ل 360 على طول تحطها مباشره، دي في الربع نهون 220 ده في الربع نهون السيرد الثالث. طيب اللي ديت بقى دي بقى هنقول ايه 100 اهي، وفي كمان 50 ديجري درجه هنا، ادي ديت الزاويه والدرجه بتاعتها. قال لك عمليه بسيطه، كل اللي انت هتعمله هنطبق القاعده اللي احنا قلناها من شويه، هنقول دي على طول ماينس بالاله الحاسبه على طول بتطلع ماينس كام؟ ال 360 هتطلع بالنيجاتيف بالبوزيتيف زي ما تطلع، لما تطلع انا هفضل وراها لغايه ما اطلعها بوزيتيف، وممكن اضرب في ايه 1 ونفس المسألة أضربها في كام؟ في 2 وأضربها في كام؟ في 3. أول ما أعمل دي بالآلة الحاسبة ماينس دي وأضربها في 3 على طول هتطلع الإجابة موجبة، ونقدر نحدد بقى هنا كل يا ترى هي في الربع الأول ولا الثاني ولا الثالث والرابع. أنا هسيبك تعمل ديت، ده بالآلة الحاسبة بتجيب الزاوية ديت ماينس وتضربها في 1 هتطلع، أنا بقول لك بالنيجاتيف، لو طلعت بالنيجاتيف يبقى تعمل ايه؟ تعملها ماينس 360 قلناها كذا مره، لكن هضرب في 1 و 2 3 ممكن اضرب في 4 ممكن اضرب لغايه ما الرقم يطلع ايه بوزيتيف، اشوفها الزاويه كام واشوف الربع بتاعها كام. وضحت؟ كمل انت دي. هنا بقى اخر مساله فاين ذا ايه؟ انجل. دي عمليه سهله، بص معايا فاين ذا انجل 1 اوف ذيم with positive measure وانذر with negative، عايز يعني مديني كل مره ايه انجل، وعايزها مره بالبوزيتيف ومره بالنيجاتيف ولا حاجه. انا همسك اول همسك اول اول رقم، اول رقم اللي هو ايه اهو امشوا معايا ماينس 132. طب ده بالماينس هعمل عليه ايه هنا اهو؟ هقول بوزيتيف 360 هتطلع بكام هنا في الحاله دي؟ 228 بالآلة الحاسبة طلع، يبقى دي بوزيتيف يبقى بوزيتيف. نفس المسألة هقول ماينس 132 بس في الحالة دي هعمل ماينس 360 لأن هو عايزها مرة بالبوزيتيف هي طلعت بوزيتيف، يبقى أضطر أغير ال 300 بالنيجاتيف. لما أجي أعملها كده أهو دي بالنيجاتيف ودي بالنيجاتيف هتطلع إيه بقى في الحالة ديت؟ 492 يبقى طلعت هنا بالايه؟ بالماينس بالسالب. حد فهم حاجه؟ طيب هنقول الثانيه هنا كام؟ 70. خلي بالك ال 70 دي بالايه؟ بنضيف عليها ايه هنا؟ 300 كام؟ 60. هتطلع بكام في الحاله ديت؟ هتطلع برقم، الرقم ده اكيد من الشكل هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طيب نشوف الثانيه، هنقول 70 ماينس 360 هيطلع رقم بالبوزيتيف، يعني لو جاب لك مساله قال لك بوزيتيف ونيجاتيف مره بلس 360 والمره الثانيه ايه ماينس 360. طيب رقم 3 فيها اللي هنا دي بتقول ايه؟ ها نمبر 3 نكتب المساله اهي ماينس 700 سيرت زيرو. خلي بالنا الرقم ده اكبر من الايه؟ اكبر من 360 من 360، برضه هنعمل بقى ما يبقى الرقم اكبر بنروح عاملين بلس
360 هيطلع رقم هضربه في 1 خلاص هو ساب، اروح ضربه في كام؟ في 2. لما اضربه في 2 هتطلع ماينس ايه 10. هروح نفس الرقم ماينس 700 كام؟ 30، بس هنا بلس ايه 300 زي ما هي، بس اضربه فين؟ في 3. هيطلع في الحاله ديت 350. يعني انا بروح ماينس واجمع عليها دي، واللي يطلع اضربه في 3 دوت ماي بلس ده، واللي يطلع اضربه في مره طلع بالنيجاتيف ومره طلع بالايه، لان هو عايز يقول لي الزاويه. فدايما الزاويه لما تبقى اكبر من 360 بنضرب في التولس، لازم الرقم اللي في الاخر يطلع. بس هو اللي احنا جبنا الرقمين لانه قال له عايزه بالبوزيتيف وعايزه بالايه، لكن الزاويه دايما تحسب بالبوزيتيف. لو كان عايزها كنا جبنا ده بس، لكن قال لك هات لي الزاويه البوزيتيف والايه والنيجاتيف. اتمنى تكونوا فاهمين